جهاز نوكيا الرائد لهذه السنه شوهد بالواقع، وفي ميزه تاخرت على جالكسي اس راح يحصل عليها جالكسي اس 9 واخيرا، واما بالنسبه لاندرويد بي فظهرت اول المزايا حوله. مرحبا ادم وحياكم الله في حلقه جديده من سلسله تيك اللي كل يوم سبت نتكلم فيها عن اخبار الاجهزه والشركات قبل تعلن عنها الشركات نفسها، اول شيء راح نبدا نتكلم عنه هو جهاز شاومي القادم مي مكس 2 وهذا الجهاز اللي راح تعلن عنه في نهايه الشهر بعد اسبوع من الان في مؤتمر ام سي العالمي هذا الجهاز راح يكون بشاشه اطرافها اصغر من اول وعشان تسوي هذا الشيء راح تنقل الكاميرا الى مكان افضل بدال ما يكون تحت راح تضعه بالاعلى في الزاويه اليمنى اذا طلع بهذا الشكل الرهيب اتوقع اني انا احد الناس اللي بيشتري عشان يجربه صراحه خبرنا الثاني راح يكون عن اندرويد بي وهذا نسخة اندرويد اللي راح تعلن عنها ابل خلال شهر مايو القادم بمؤتمر جوجل اي او هذا راح يكون النسخة الجديدة بعد اندرويد اوريو اول ميزة عرفنا عن هذا النظام انه راح يدعم النوتش او الزائدة اللي موجودة في الجوالات بالاعلى نفس القطع مثلا اللي موجودة في ايفون 10 اللي انا متاكد أنه الاكثرية يعرفها هذا قد يعني انه بس جوجل تبغى تدعمها للشركات الثانية او ربما بيكسل القادم يكون فيه نوتش طبعاً شخصياً ما مانع أن يكون في نوتش لأنه ممكن يعطيني أطراف أصغر مقارنة ببيكسل 2 XL وهذا اعتبره شيء كويس راح ننتقل للحديث عن جالكسي s 9 واخيرا اخيرا تاكدت فيه وجود ميزه ستيريو سماعات ستيريو الخارجيه راح تعمل تقريبا بنفس الطريقه اللي موجوده في ايفون سماعه بالاسفل تعمل وكذلك سماعه الاذن ايضا راح تشتغل كسماعه اضافيه هذا الشيء راح يحسن مستوى الصوت وهي ميزه اشوفها تاخرت على جالكسي لكن كويس جدا انها راح توصل اخيرا ننتقل للحديث عن نوكيا 9 وهذا هو الجهاز الرائد والاقوى اللي بنشوفه في شركه نوكيا هذه السنه. هذا الجهاز راح نشوفه قريب جدا في كاميرتين بالخلف بالتعاون مع شركه زايس المتخصصه بالكاميرات وشاشه جديده وربما تكون منحنيه لاول مره شافها احد الاشخاص مع شخص يستخدمه في اندونيسيا وبالتالي قام بتصويره ونشر هذه الصور. الوقت اللي بيعلن عن هذا الجهاز ما زال مختلف فيه شوي، في ناس يقولون انه راح نشوفه في ام دبليو سي يعني بعد اسبوع من الان وفي ناس يقولون بانه ما راح تعلن عنه الا في اوغست تقريبا القادم، لكن في احتمال كبير انه يكون في ام دبليو سي نوكيا 9 ما هو من الجهاز الوحيد اللي تشتغل عليه نوكيا في جهاز ثاني اسمه نوكيا 7 بلس نفس الديزاين نفس كل شيء النوكيا 9 لكن يبدو بانه راح يكون ارخص سعر منه وبالتالي ربما يكون مميزات اقل شوي لاول مره ظهرت الصور لهذا الجهاز ويفترض انه راح نشوفه ايضا قريب جدا خلال سنه 2018 لكن ما تحدد وقته الى الان شركة سوني قدمت مجموعة من الأجهزة تبغى تأخذ موافقة من هيئة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية عشان تطرحها بالسوق لكن في يوم 7 فبراير وفي آخر لحظة أرسلت خطاب رسمي للهيئة قالت أنه واحد من الأجهزة استثنوها ما راح نطلقها والسبب أنه نبغى نغير في الديزاين فيه فمعناته هذا قرار جاي في آخر لحظة إيش بغيرون في الديزاين ما نعرف إلى الآن هل ممكن يضيفون نوتش؟ خبرنا الاخير هو عن ايفون تعرفوا انه ابل تستعد لتطلق مجموعه من الايفونات في شهر سبتمبر القادم باقي وقت طويل احدهم راح يكون كبير حجمه 6.1 انش بنفس ديزاين ايفون 10 هذا الجهاز المفترض انه يكون بسعر ارخص التسريبات الجديده تقول انه سعره راح يكون 700 دولار والسبب انه راح يستخدمون شاشه LCD بدل أوليد وبعض الاشياء اللي يوفرون فيها شوي من تكلفه الجهاز وبكذا انتهت حلقتنا لهذا الأسبوع، علمونا رأيكم بمجموعة الأجهزة الكثيرة اللي أنا تكلمت عنها، إيش الجهاز اللي أنت فعلياً تنتظر من هذه الأجهزة لأنك ناوي تشتريه؟ أشوفكم في الحلقة القادمة إن شاء الله، ولا تنسى تعطينا لايك على الفيديو إذا أعجبك، مع السلامة.